نحن نعلم أن الأسرة هي مؤسسة أو أول وحدة اجتماعية غير رسمية. طبعاً قبل ما نبدأ في موضوعنا، لو هندي فكرة، في أنواع للأسر: أسر مركزية اللي هي النووية، وأسر مركبة وممتدة، ودي اندثرت دلوقتي في الزمن مع التطور التكنولوجي، اندثرت شوية، والتركيز كله على الأسر النووية والأسر المركزية اللي هي غالباً زوجة وزوج وأولاد. خلينا متفقين في البداية وإحنا نتكلم عن المشكلات السلوكية والنفسية للأطفال في مرحلة الطفولة الباكرة، بلغة الصحة النفسية لا يوجد أطفال مشكلين، ولكن يوجد آباء مشكلين وأمهات مشكلين. نحن نعلم أن الطفل يولد في أول يوم ولادة كائن بيولوجي، ويسمى هذا بلغة الخدمة الاجتماعية الميلاد الأول، ولكن له ميلاد آخر وهو ميلاد ثاني، وهو الميلاد الاجتماعي، وأكرر تاني بوصفها وحدة اجتماعية غير رسمية، غير رسمية. ونحن نعلم أن الأسرة هي أول موصل لثقافة المجتمع، وغالبا بتقوم بالدور ده الأم، دور الأكبر هنا للأم، كما يقوم الأب كمصفاه أو فلتر لسلوكيات الأطفال، لأنه هو النموذج والقدوة. ونتمنى طبعا أن يكون النموذج والقدوة على قدر المسؤولية، وتصرف تصرفات سليمة لكي يكتسب أطفاله أو أبنائه السلوكيات عن طريق التقليد، السلوكيات الإيجابية عن طريق الإيه؟ التقليد لهذا النموذج، لأن فاقد الشيء لا يعطي. طيب، موضوع اليوم هنتكلم عن المشكلات السلوكية للأطفال. من خصائص مرحلة الطفولة الباكرة إن العمر ده عمر العناد، وعمر العصبية، وعمر الأسئلة المحرجة. للأسف قد ينزعج الآباء والأمهات أو الأسر تنزعج عندما يرتاد الأطفال إحدى السلوكيات التي تبدو غير سوية. وهدي مثال: لو أنا بتعامل مع طفل، أو أم بتعامل مع طفل ضغطت عليه، حطته تحت ستريس معين، فالطفل ما عجبوش الكلام أو الأمر اللي جايله، فراح ماسك الكاسة اللي في إيده وراح إيه محطمها أو كسرها. هذا السلوك سلوك عدواني، ولكن الطفل لا يتصف بالعدوانية، لأن هذا السلوك بنقول عليه سلوك طارئ نتج عن موقف ضاغط. هو كسر كاسة، لكن هو سلوك عدواني، لكن الطفل مش عدواني. امتى بقى يكون عدواني؟ عندما توفر مجموعة شروط معينة علشان احكم هنا خلاص لازم اقف واشوف الطفل بتاعي عنده مشكلة، وابدأ بقى يشوف هنبدأ نتعامل معها ازاي ونتغلب عليها ازاي. هم عالميا قالوا من 3 لـ5 مرات لو اتكرر السلوك 3 إلى 5 مرات ظهر سلوك غير سوي، سلوك شاذ عن القاعدة. مش عايز أقول اسم الكتاب عشان ما المهم يعني، قلت لا لازم 5، وبقصد إرسال رسالة سلبية للغير. يعني إيه؟ وتكون هذه 5 مرات فترات زمنية متقاربة، مش عامل سلوك من شهرين كسر كاسة من شهرين وكسرها النهاردة وكسرها بعد 6 شهور، لا كده لا. لكن جيت فجأة كده ظهر على الطفل خلال لا هنا استنى بقى، انت كده ايه تحولت من سلوكيات عدوانية الى ايه انك قد تكون ايه عدواني. فأول شرط من شروط ان تكون السلوك مشكلة او غير سوي تكرار السلوك من 3 إلى 5 مرات، وان كنت انا بأكد يفضل ان تكون 5 مرات فترات زمنية متقاربة بقصد ارسال رسالة سلبية للغير. جوانب النمو معروفة 4 ثابتة رئيسية: جوانب جسمية، جوانب عقلية، جوانب انفعالية، جوانب اجتماعية. لو سلوكيات الطفل ابتدت تأثر بشكل سلبي على إحدى الجوانب أو الجوانب مكتملة، إحدى الجوانب أو أكثر أو جوانب مكتملة، هنا بالسلوك ده أكيد سلوك غير إيه؟ غير سوي. لو أنا بنفذ نشاط حركي ودايماً آجي ألاقي إحدى الأطفال ينزوي في إحدى الأركان لا يمارس مع الأطفال الإيه؟ الأنشطة، يبقى حرم نفسه
من جانب النمو الجسمي ولا لا؟ ده مش جسمي بس، ما هو تحت الجسم كمان في عندي الحس حركي اللي هو المهاري، وعندنا جسمي فيه حركيه او جانب حركي وجانب حس حركي. الحركي احنا عارفينه عضلات كبيره وعضلات دقيقه، اما الحس الحركي اللي هو المهاري اللي هي تآزر العين، تآزر العضل البصري، ابسطها رمي الكره الاسفل ومحاوله لقفها مره اخرى، هيتحرك ولا مش هيتحرك؟ ابدأ ركز مع الايه عشان يجيبها تاني. الولد المنزوي اللي ممكن قد يكون محللات معرفوه هو انزوى، لسه ما شخصناش بقى، هو انزوى على جنب، قد يكون انطواء، قد يكون فوبيا اجتماعيه كما اساسا كمان، قد يكون انسحاب اجتماعي حسب الحاله بتاعه الطفل وحسب يكون فين في المتصل يعني، وهنشخصه ازاي؟ لو سبته حرم نفسه من جانب الجسم ولا لا؟ حرم نفسه من جانب النمو الجسمي اللي هو الحركي والحس حركي، في حين ان الرفاق اللي معاه في نفس العمر ابتدى ينمو عندهم بعض العضلات الدقيقه والعضلات الكبيره قد تفوق عن هذا الايه الطفل. وهذا الانطواء كمان مش هياثر بس جسمي بس، ده هياثر كمان على العلاقات الاجتماعيه مع الرفاق. العلاقات الاجتماعيه دايما مع الرفاق احنا يعني بنركز على العلاقات اللي هي العلاقات المتبادله، ريليشن شيب اللي رايحه جايه مش علاقه بس. فبالتالي خلاص هو انزوى، لا يقوم بانشاء صداقات، لا يقوم بالتواصل الاجتماعي، بالتالي لا يصل في النهايه للتفاعل الاجتماعي، بالتالي انسحب من الحياه الايه الاجتماعيه. وده على فكره ناقوس خطر، ده على طول مؤشر ليا ان ابدا اتعامل مع هذا الطفل واشخص حالته واتعامل معاها لكي اتغلب على هذه الايه المشكله. طيب انا اديت مثال على الجانب الجسمي، لو انا في الجانب العقلي بنفذ الانشطه عفوا داخل الروضه، حاليا بيسموها الباقه تقريبا يعني، بنفذ انشطه تنمي مفاهيم رياضيه، عندي طفل غير متعاون غير مشارك معايا، حرم نفسه من ان يستوعب هذه المفاهيم او يكتسب هذه الايه المفاهيم، يبقى هنا اثر على الجانب العقلي ولا ما اثرش على الجانب العقلي؟ اثر على الجانب العقلي. ده النقوص بقى اللي اقدر احكم ان في مشكله، هنا في مشكله، نبدا نجيب الطفل نتعامل مع هذا الطفل على طول نشوف مشكلته فين، ونبدا نعمل بقى اللي هنقوله في الاخر خالص ازاي نتعامل لكي نتغلب على ايه مشكله الغير المشكله السلوكيه الغير سويه لدى هذا الايه الطفل. مع الوضع في الاعتبار يا جماعه ان اي مشكله سلوكيه لها ما يسمى بسوابق السلوك، في سوابق، في مؤشرات بتحصل الاول علشان تبدا تحصل وتطفو المشكله على ايه على السطح، واحنا بنتعامل معاها في النهايه هنقول هنتعامل مع القصه دي ازاي. طيب ايضا عدم الاستمتاع بالحياه، الطفل نفسه يعني ايه عدم الشعور بالسعاده والاستمتاع بالحياه، الطفل دائما مكتئب، يدخل الروضه يطفي، طبعا احنا عارفين حاجه اسمها عدوى السلوك، اساتذتنا في الخدمه الاجتماعيه بقى في عدوى السلوك، الولد يدخل مكتئب، قاعد مكتئب كده اول ما بيدخل الفصل، فيطفي كآبه على المحيط بتاعه الاول الصغير، ممكن ينتشر حسب الحاجه بتاعت الايه الانسان. دي بعض الاسباب او بعض المؤشرات اللي تثبت لنا ان الطفل عنده مشكله في هنا، بس مكتوبه التحصيل الدراسي، عدم او في مشكله او الحد من كفاءه الطفل مش الفرد في التحصيل الدراسي. لا لسه قايلها كتاب مفاهيم، طبعا يا جماعه احنا في الوظيفه الاساسيه للطفل في الطفوله المبكره اللي هي طبعا احنا بنقول الطفوله المبكره، في فرق بين سن الحضانه يعني، ممكن نقولها سريعا ولا لو قلنا في مراحل نمائيه معروفه لينا كلنا، مرحله الجنين، ودي طبعا مرحله الجنين اللي هي وحده القياس في الحمل الاسبوع وليس اليوم او الشهر، في 40 اسبوع اساتذه الطب بقى، وبعدين عندنا مرحلة الرضاعة اللي هي من يوم لعمر ايه؟ لنهاية العام الثاني سنتين. وللأسف يوجد خطأ شائع في جميع مش جميع أغلب كتب علم نفس النمو بيسموا المرحلة دي مرحلة المهد. وبنتعرف عليها، حتى احنا بنقول لطلابنا كتبتها المهد، رضاعة بنعتبرها صح لأن السوق غرقان بالكتب اللي كاتبة كده. لكن مرحلة الرضاعة تضم في طياتها مرحلة المهد اللي هي كام من يوم ل 15 يوم. يعني مرحلة المهد اتفقوا على من يوم ل 15 يوم والرضاعة تضم في طياتها مرحلة الايه؟ المهد. ثم تأتي الطفولة المبكرة اللي هي من كام لكام؟ من 3 ل 6.
شفتوا بقى الفرق؟ من دي مرحله نمائيه من 3 ل 6 للطفوله الباكره. ممكن نكمل نمائيه من 6 ل 9 وسطى، من 9 ل 11 متاخره اناث، مرحله الرضاعه، وتضم في طياتها مرحله المهد اللي هي من يوم ل 15. وهتمسك انت حضرتك هتخرج في اي وقت هيقع في كتاب علم نفس النمو، هتلاقي اساتذتنا الكبار التعليم على ديهم للاسف كانوا كاتبين مرحله المهد هي عمر سنتين. لكن اتفقنا جميعا او العلماء اتفقوا الرضاعه تضم في طياتها المهد من يوم ل 15 يوم مهد، وبعدين بيجي من يوم لسنتين الرضاعه وتضم في طياتها المهد. حتى احنا بنقول لطلابنا كده وانا قلتها من شويه، من 9 ل 12 متاخره ذكور، ومن 9 ل 11 متاخره اناث. احنا عارفين النمو في الجسمي او الفسيولوجي الاناث يكون اسرع شويه لايه؟ من الايه؟ الذكور. طب ليه القانون بيعامل عمر الطفوله لحد 18 سنه؟ ما وقفش عند 12 ليه؟ لا يحاسب اي لو 18 سنه الا يوم القانون، يعني عندنا المصري ما اعرفش بقى، القانون المصري ما يعاقبش الطفل 18 الا يوم، يخش على احداث بقى وحاجات ثانيه، مش معاقب، لا مش معاقبه جنائيه. لكن 18 سنه بيبدا يحاسبه. لا انا مش عايز اخش على المراهقه المبكره والوسطى والمتاخره، لا احنا بنسال بس تفضلي. هو لا هو اكتمال النمو العضوي للعقل. اكتمال النمو العضوي للعقل. 18 قريب قوي. ماشي؟ اكتمال نمو العضو للعقل 18 سنه، فبالتالي بيروح ايه؟ بيبدا ايه؟ يحاسبه هنا بعد 18 القانون سريع. ده ممكن الطفل هو احنا عملنا حمله فعلا وللاسف كان عندنا حاله، احنا 18 شهر الاساتذه المصريين اعتقد عارفينها، بتاعت بنت بتاعت طول سعيد كان 18 سنه مش عارف شهرين ولا شهر، وللاسف هرب بجريمته يعني. لكن ده هو ده القانون، قانون وضعي وموجود يعني. نرجع طيب احنا قلنا كده المراحل، نرجع لموضوع قلنا المراحل النمائيه اللي هي مراحل النمو، عشان انا بوضح حاجه الخلط بقى. في بقى مراحل بنسميها تربويه واكاديميه بس مش نمائية. طفل ما قبل المدرسة ورياض الأطفال، لقيت كله حضانة، ما أعرفش هل الحضانة هنا لحد 3 سنوات ولا مفهوم الحضانة موجود هنا في دولة الإمارات لحد 6 سنوات. الحضانة هنا دي اللي هي بيبي كلاس، هي فعلا الحضانة من سنة لثلاث سنين، من 3 لـ4 البيبي كلاس أو مرحلة تأهيلية لرياض الأطفال. رياض الأطفال من 4 لـ6، من 3 لـ4 بنسميه تأهيلية أو تمهيدية لرياض الأطفال أو البيبي كلاس، من 4 لـ6 رياض الأطفال، وفي بعض الدول بتطبق النظام التجريبي من 5 لـ7 عشان ضغط الإيه؟ العدد قد تصل إلى أعلى من كده، بس التنسيق من 5 لـ7، ده حضانة، ده رياض أطفال. طب بري سكول أو ما قبل المدرسة. نعم؟ ما قبل ايه؟ مش سامع معلش. هو كل ما هو قبل دون دخول المدرسه ده اسمه ما قبل الايه؟ المدرسه. وعلشان كده تلاقي ممكن المراحل ايه تتداخل في بعضها. لكن انا بقوله ما قبل المدرسه والحضانه ورياض الاطفال بنسمي دي مراحل تربويه او اكاديميه وليست مراحل نمائيه، وليست مراحل ايه؟ نمائيه. خصائص الجنين تختلف عن خصائص طفل الروضه، خصائص طفل الروضه تختلف عن خصائص طفل ما قبل المدرسه، خصائص طفل ما قبل المدرسه تختلف، عفوا خصائص طفل الرضاعه مرحله الرضاعه يختلف عن مرحله الطفوله الباكره او المبكره، خصائص الطفوله المبكره او تختلف عن خصائص الطفل الطفوله الوسطى تختلف عن المتاخره، لها خصائص. كل مرحله لها خصائص جسميه وعقليه وانفعاليه واجتماعيه لكل مرحله عمري. لكن الاكاديميه لا، للمراحل بتتداخل صح ولا لا؟ وانا بتكلم قلت لك من 5 لـ7 في التجريبي، طب ما كده عندي دخل في بدايه الوسطى صح ولا لا؟ عرفنا الفرق بين الاثنين؟ اقول تاني ولا خلاص؟ خلاص؟ لخبطتكم انا شويه صح؟ شويه شويه. للاسف جميع رسائل الماجستير والدكتوراه المسجله في الجامعات العربيه يروح يجيب لك عنوان فعاليه مش عارف برنامج ايه في تنميه ايه لدى طفل ما قبل المدرسه، وهو يقصد من 4 لـ6، هو يقصد من كام؟ من 4 لـ6، هو خطأ شائع. هو يقصد من 4 لـ6، فهنا لازم يحدد يقول طفل رياضي الأطفال، مرحلة رياضي الإيه؟
الاطفال. لو قال طفوله ما قبل المدرسه المفروض يشتغل من اول يوم لحد ست ايه سنوات. طيب فده كل كلمه تحصيل دراسي اللي خدتني في الحته ديت. هنا بقى لو عندي الطفل في رياض الاطفال المعلمه شغاله مع الاولاد انشطه وتخرج في الفناء وتدخل جوه غرفه الانشطه وغرفه المصادر وشغاله وتيجي في الاخر بتشوف بقى زي طبعا للاسف لغوا الاركان دلوقتي. اي جلسه بعملها واي نشاط بعمله في النهايه حاجه اسمها تقويم. في تقييم وفي تقويم. انا اللي يهمني هنا التقويم لان عايز اشوف الولد النشاط اثر ايجابا والله في مشكله ممكن اعيده تاني. ده التقويم ايجابيه سلبيه مقترح يعالج الايه السلبيه. لكن التقييم وقوف على مستوى الاداء انا وصلت لحد فين. ايا كان عملت تقييم او تقويم لقيت الولد مش معايا خالص مستواه اقل بكتير جدا عن ايه عن رفاقه يبقى في حاجه اثرت على تحصيله في المعلومه اللي بديها له او في المفهوم اللي عايز انمه له اللي هو جنرال كده التحصيل الدراسي. فبالتالي هنا فعلا يبقى هنا في مشكله سلوكيه تستدعي الوقوف وقد يستدعي التعاون مع الاسره عشان نشوف مشكله الولد ايه فيه. قد يكون منطوي قد يكون هايبر اكتف نشاط زايد مرتبط بتشتت الانتباه ايا كان يعني. ما نحكمش بالعين المجرده، العين المجرده بتكون ليا مؤشر بعد كده ببدا اعمل عمليه التشخيص اللي هنقولها بقى بانواعها. هنسمع النهارده في التشخيص انواع تشخيص ثانيه هتزيد شويه حته عياديه شويه. ديناميات حدوث المشكلات السلوكيه للاطفال او حتى للكبار. المشكله بتحصل ازاي؟ قبل ما نعرض على الباوربوينت او الشرايح اي انسان لو تعرض لموقف ضاغط الديناميات بقى هنا ما بتقولش خطوات حدوث المشكله بتقول ديناميات حدوث المشكله. بيقول لك هنا ايه موقف ضاغط اول تفاعل مع موقف ضاغط تاني فكون ما يسمى بتركيبه اشكاليه اللي هي جزء من الايه من المشكله. طب جالنا موقف ضاغط ثالث او ثالث تفاعل مع ايه بقى مع التركيبه اللي طلعت مع الجزء اللي طلع فيكون لنا تركيبه اشكاليه اكثر تعقيدا صح ولا لا؟ كده عامل ضاغط جالي عامل ضاغط ثاني جالي عامل ضاغط ثالث طب جالي رابع بعد التركيبه الاشكاليه الاكثر تعقيدا هيتفاعل مع ايه بقى؟ مع التركيبة الإشكالية الأكثر تعقيدا فيكون تركيبة إشكالية أكثر فأكثر تعقيدا وصولا إلى العامل المعجل. لغة أساتذتنا بقى بتاعت الخدمة الاجتماعية العامل المعجل الذي أدى إلى انفجار الموقف الإشكالي أو إلى حدوث الإيه؟ المشكلة. ولكن قد يكون العامل المعجل هو ليس بالسبب الرئيسي في حدوث الإيه؟ المشكلة. طب السبب فين؟ جميع العوامل الايه؟ السابقه بتركيباتها الاشكاليه المتفاعله جت في الاخر على حاجه عامل معجل وانا اطلقت عليه القشه التي قسمت ظهر البعير. ده تراكمات وده اللي احنا بنعمله بقى في حدوث احنا بنشرح دلوقتي حدوث المشكله بنوضح فيها ان الاطفال او اي حد يعني ايه بيتعرض لضغوط معينه. في ناس على فكره يا جماعه يتعرض لضغط هو على قدر عالي من التوافق فيقدر يروح يتكيف ذاتيا ويتوافق خارجيا في الموقف ويتغلب عليه اول مره خلص منه. بس قلت يتكيف ذاتيا عشان التكيف والتوافق التكيف ذاتي والتوافق خارجي. يتكيف ذاتيا يعني تقبل الموضوع وتعامل معاه وشاف حلول وحلول بديله وتغلب على المشكله فقضى على العامل. طب واحد راح قاعد بلغة المصريين جنب الحيط وعمل لي كده راح اجي له عامل تاني خد بقى ابتدت تزيد. يعني كذلك الاطفال يا جماعه لما ما نقعدش نضغط عليهم يعني ما نقعدش يعني انا ايه كنا بنتعامل كده في موقف عيادي مع طفل فالاب راح قايل للولد امر يعني إيه يعني وقال له مثلا ايه مش عارف ايه اسمع الكلام وهدي هنا او هات الموبايل مثال يعني. فالولد قال مش جايب او مش هيجي له يعني قال له هات الموبايل قال له مش لا مش جايب بس خلي بالك اوعى يقع منك وانت جايبه. شفت الامر الثاني جه ازاي؟ يعني الاولاني هتعمله صح ولا لا؟ بقول اوعى يقع منك وانت جايبه.
راح مديله امر تاني مع ان الولد اصلا ما استجابش للامر الايه الاول. لا انا يا جماعه هنا لازم اشتغل مع الاولاد حسب المراحل العمريه. الطفوله الباكره فيها خاصيه نمائيه خطيره جدا، ان الاطفال يتفاعلون مع الاشياء الملموسه والمحسوسه اكثر منها تفاعلا مع المفاهيم المجرده. لازم اكون واعيه لكده. انت لو جيتي لو طفل عنده 3 سنين وقلت له يعني ايه صدق، يقول لك الصدق يعني على طول معنى الصدق هي مطابقه القول لما جاء في الخبر ده، انا عشان احفظها اعطيني 5-6 مرات اقراها واحفظ فيها عشان اقولها. هاجي اقول للطفل الصدق هو مطابقه القول لما جاء في الخبر. اقف يا محمد الصدق يعني ايه؟ هيعرف هو؟ طب لو عملتي نشاط قصه اي موقف تربوي، عملت له منشطه لعب ادوار كل واحد خد دور نفذوا الدور معين، عززت الصادق وعاقبت الايه الكاذب، عرف الصدق ولا ما عرفش الصدق؟ دي الانشطه الاجرائيه دي بقى ايه اللي بقول لك هتفعل مع الاشياء الملموسه والمحسوسه. وده ياخدنا ان الطفل لابد ان ينفذ النشاط بشكل اجرائي، يعني يجري يسلك يسلك يفعل يشارك يتعاون ينفذ كله بايه؟ بايديه. فبالتالي يكتسب المفاهيم عن طريق الانشطه الايه؟ الاجرائيه. ما اديش انا ادي ابعت اديله اقعد اديله ايه؟ اوامر معينه ما نفذهاش، اديله الامر الثاني ما نفذوش، اديله الامر الثالث والاخر اصفه بصفه سلبيه. خلي بالكم الذات الاجتماعيه الكل يا جماعه، نظريه كل الذات الاجتماعيه. قال حاجه هنا خطيره جدا. قال إن الأفراد يتصرفون ويفعلون كما نتوقع منهم أن يفعلوا ويتصرفوا. إحنا بجينا بقى خدها على الأطفال، الأطفال الصغيرين حتى لو هو لسه يعني مش يعني أنت اللي قلت له إيحاء. لو قلت محمد ده مؤدب ومحترم جدا، أول ما بحد يخش وأنت يبدأ يتظاهر بهذه الإيه؟ ده على المستوى الكبير موجودة معانا على فكرة كمان، صح ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ فإحنا لازم نخلي دي في إيه؟ في اعتبارنا واحنا بنشتغل مع الاولاد الصغيرين عشان نعالج ايه؟ عشان نتغلب على المشكلات الايه؟ السلوكيه، عشان نتغلب على المشكلات الايه؟ السلوكيه. طبعا قلت الكلام ده عم الاول والثاني والثالث. طب يعني ايه نفرق بين السلوك السوي وغير السوي ازاي؟ معروفه، السلوك السوي هو الذي يتمشى مع قيم وتقاليد ومعايير المجتمع اللي نعيش فيه، صح ولا لا؟ يعني السلوك السوي يتمشى مع القيم والتقاليد والاعراف اللي احنا عايشين فيها. السلوك الغير سوي الذي يتنافى مع القيم والتقاليد والاعراف اللي احنا عايشين ايه فيها يعني. طيب في كمان يا جماعه، معلش انا هخرج على الشرايح شويه يعني بقى. السلوكيات لها تصنيفات وانواع، لها تصنيفات وايه وانواع. في تصنيفات للسلوك، سلوك فطري ومكتسب. انا قلت تصنيفات، اول حاجه اول تصنيف فطري ومكتسب. التصنيف الثاني اولي وثانوي. التصنيف الثالث يا رب ما ننساش، داخلي وخارجي. التصنيف اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي سوي وغير سوي، هقولهم تاني. يبقى فطري ومكتسب، اولي وثانوي، داخلي وخارجي، سوي وغير سوي. لاحظنا تحت كل تصنيف كم نوع؟ ها؟ تحت كل تصنيف كم نوع؟ نوعين. طب انواع السلوك عندنا هنا كام؟ انواع السلوك قدامنا كام في التصنيفات دي؟ من تصنيف لتصنيف اخر، يعني ما ينفعش اقول تصنيف، ما ينفعش اقول في تصنيفات السلوك سلوك فطري وخارجي، ما ينفعش. وضحت؟ تاني، حتى احنا بنجيبها في الاسئله الموضوعيه في اختبارات الطلبه عندنا. يعني بروح جاي له اقول له ايه من تصنيفات السلوك سلوك الفطري والداخلي. الاجابه تبقى صح ولا غلط؟ غلط. يبقى في تصنيفات وفي انواع. انا قلتها سريعا كده يعني. طبعا الفطري هو الذي يولد به الايه؟ الانسان. طب المكتسب كل ما يكتسبه الانسان من الاحتكاك بالمحيط الايه؟ الخارجي. خلي بالك الاولي لو قارنت كده، انا عارف ناس قاعده طب ما الاولي زي الفطري.
صح ولا لا؟ ما هو الاولي برضو الحاجات اللي لازم الاولي ده حاجات يولد بها الانسان وضروري واساسي لحياه الايه؟ الانسان. طب الثانوي من الممكن ان تستمر الحياه بدونه، يعني انا لو ما صيفتش في فيينا هيحصل لي حاجه؟ ها؟ صح ولا لا؟ يعني لكن لو ما اكلتش وشربت ممكن يحصل لي حاجه، لكن لو رحت مكان معين عايز انا ده السلوك الثانوي بقى، تفكير ترتيب شعور عواطف حب كره حق كل حاجه كله الايه؟ الداخلي، كله الايه؟ الداخلي. وفي طبعا السوي وغير ده لسه داخلي، امتى بحكم الا لو طلع لي الايه؟ البره. الخارجي طبعا اقوال افعال حركات كلامنا ده كله سلوك ايه؟ خارجي. طيب نيجي للتصنيف بقى اللي احنا بنشتغل عليه هو السوي وغير. قبل ما اخش على في معايير الحكم على السلوك، ما انا بقول سلوك سوي يتمشى مع القيم والتقاليد واعراف، طب والغير سوي يبقى مشكله سلوكيه ولا مش مشكله؟ مشكله لازم تتعامل معاها. طب انت حكمت ازاي؟ من نفسك كده ولا في معايير؟ في معايير، في معايير معينه للحكم على، طبعا معايير احصائي حسب قوه الايه؟ السلوك. طيب في معيار ذاتي، وهشتغل على الروضه شويه او الطفوله الباكره شويه. ام جالها طفل زميله اعتدى عليه بالضرب في البيت، هتتصرف ازاي؟ هتقول لابنها ايه؟ هتقول له امها ايه؟ هتقول له الطفل ايه؟ ها؟ حد قال هنا ها؟ اللي ضربت تضربه. صح ها؟ وانت ممكن تعمل ايه؟ حلو الكلام. في ام فعلا هتقول له اللي ضربك اضربه، في ام تقول له دافع عن نفسك ما تخليش حد يعتدي عليك، في ام تقول له اللي ضربك ده انت روح تاني يوم شوف الواد اللي ضربك واضربه وخد القطر ده هات لي 15 غرزه في وشه عشان العيال تخاف منك. دي ام تقول كده. وفي ام تانيه طب اهدى انا جايه معاك بكره هقابل المديره وهقابل الاداره وهنجيب ابتدى استدعوا ولي امر الطفل الاول اللي هو المعتدي مع الادي المعتدى عليه، وادي المعتدي وادي الاخصائي النفسي وادي الاخصائي الاجتماعي وادي مديره الروضه، وقعدنا مع بعض وشرحنا الموقف وسبب الاعتداء ايه وسوابق السلوك الغير سوي ده ايه، الواد اعتدى ليه؟ ما انت ممكن نكشته خدت منه حاجه اعتديت عليه باللفظ، خدنا المشكله وبعدين حليناها وعاقبنا الخاطئ وحصل اعتذار في الاخر والموضوع وتصافح الاثنان في دي واحده دي ام صح؟ مش دي حاله؟ وفي احد قاتل اللي ضربك ايه؟ اضرب. وعلشان كده سميناه معيار الذاتي، معيار الايه؟ الذاتي للحكم على السلوك. ايوه اختلاف في مبدا الفروق الفرديه هو الثابت في البشر. ماشي؟ ماشي؟ ان البشر خلقوا لكي يختلفوا واذا تشابهوا هلكوا. ده رسول قال كده. ماشي؟ اذا البشر يعني القاعده الفروق الفرديه، لا يمكن هتلاقي اتنين زي بعض حتى لو توأم، لو توينز. والتوأم فيه متماثل وفيه مختلف. طب لو كان الشبه تيبيكال هتلاقي الميول مختلفة. هتلاقي الميول مختلفة. بتلاقي فرقة كورة، أنا شفت هنا حتى يعني فرقة كورة تلاقي اتنين اخوات واحد بيلعب مدافع وواحد هم توأم. مع انهم شبه واحد بالظبط. لكن الأساس أو الأساس القاعدة هي مبدأ الفروق الإيه؟ الفردية. فبالتالي هنلاقي فروق فردية في الحكم على السلوك النسوي وغير سوي، وبالتالي برضو الفروق الفرديه دي هتاثر في ازاي اتعامل او اتغلب على المشكله، في حد يحلها من جلسه وفي حد يروح يعور بالقطر وهنروح القسم وهنرفع قضيه ومحكمه وبعدين نتصالح بعد 5 سنين، صح ولا لا؟ حسب المعيار الذاتي.
نحن قلنا هنتوجه للمدرسة ونقعد مع الأخصائي النفسي مع الأخصائي الاجتماعي مع المعلمة مع مديرة الروضة ونشوف المشكلة وسوابق السلوك. لو ابني غلط، لو ابني اللي دفع الولد للاعتداء عليه هنا قد يكون عنده خطأ، أعالجه برضه. هو اصل دايما في الروضه الاعتداء بيكون امام الاطفال، ففي في شهود عيان شايفين. لا لا، المفروض تاخد خطوه اجرائيه في التغلب على المشكله. ما تقولوش كده، ما تقولوش كده يعني. عشان هو خايف، هو خايف من رده فعل الام، فبالتالي يقعد هو ما يقولش. ده مشكله، دي بقى دي مشكله تانية خالص هيحصل هنا، ممكن دونيه في الذات لدى هذا الطفل، وبعد الدنيا في الذات هينسحب من حاله اجتماعيه لانه مضروب. الطفل المضروب بحث دكتور خالد النجار بيعرض في السيشن تاني دلوقتي، كان عمل بحث في تقسيم الطفل المضروب او اعتياد الطفل الضرب. لو هو ضرب مره واثنين امتهان جسمي دونيه في الذات الجسميه، وبعدين انسحب من الحياه الاجتماعيه، لا يشارك لا يتعاون، يحس وبالتالي هنا ياثر عليه مش هياثر عليه. لا، الام لازم تكون ايجابيه في التعامل مع مثل هذه الايه المشكلات. عندنا معيار، قلنا كده الإحصائي والذاتي، عندنا معيار ديني ده معروف بقى، أي حاجة تخالف الشرائع السماوية خلاص حاجة إيه حرام وحلال، تحكم على السلوك من هذا الأساس، دي سهلة واضحة ماشي. والقانون السماوي موجود، تركتم فيكم ما أنتم مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. دي حدي. بس خلي بالكم في فرق بين المعيار الديني والمعيار الاجتماعي. في معيار اجتماعي للحكم على السلوك، حتى مش سلوك، سلوك العادي مش سوي ولا غير سوي. انا يعني مثلا احدى اعتقد الدول العربيه، ما اعرفش موجود في الامارات ولا لا، مثلا انا درست في السعوديه في احدى جامعه الطائف في السعوديه، كنت بدرس انا في مكتبي او شبكه واتعامل مع يعني شبكه تلفزيونيه يعني، ده موجود في احدى الدول العربيه. لكن في القاهره ما بعرفش اخش من الطلبه والطالبات، يعني ممكن اجيب الامن يدخلني من وسط الطالبات عشان اوصل للمنصه. في الدولة أخرى مكان للسيدات ومكان لإيه؟ صح ولا لأ؟ مش واصلة، حاسس إنها مش واصلة برضه. انا اللي يهمني في محاضرتي، انا ايوه كلام حضرتك صح، بس اللي يهمني في المحاضره ان المجتمع بيحكم حسب العرف بتاعه، حسب الايه العرف بتاعه. احنا عندنا اختلاط في عندنا في مصر اختلاط في المترو في المواصلات العامه، بيت تطلع ما فيش قدامها غيره، وهتطلع تركب هتركب اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. مش الدول الاوروبيه عندها ظاهره طبعا احنا بنرفضها، انا مش بقول هنا عشان برفضها قلبا وقالبا يعني، البوي فريند اللي اسمها ايه اسمها ايه هي بوي فريند صح؟ قلت حاجه صح ولا غلط؟ طيب 15 سنه لو مش موجوده في احدى المجتمعات الاوروبيه في خلل عند البنت والولد، صح ولا لا؟ احنا عندنا هنضربه بالنار لو جه هنا، صح ولا لا؟ لو حد خبط عليك بابا ده هتضربيه نقطه صعيد عليها هيبندجوها يعني، هيضربوها بالنار على طول، صح ولا لا؟ يبقى المجتمع قد يعني ايه احتفالاتنا هنا، احنا في الفرح بتاعتنا ممكن نحتفل باكل وكبسه وحاجات زي كده. في الدول التانية لازم مشروبات، صح ولا لا؟ تختلف ولا ما تختلفش؟ هم بقى يبصوا لنا، هم قد يتطرق الى اذانهم نحن متخلفين من وجهه نظرهم هم، واحنا من وجهه نظرنا الناس دي مجانين، صح ولا لا؟ ففي معيار اجتماعي للحكم على الايه؟ السلوك، في معيار اجتماعي للحكم على السلوك سوي ولا غير سوي. لا استني شويه انت. طيب يبقى عندنا معيار ذاتي، معيار احصائي، معيار ديني، معيار اجتماعي. انا ناسي والله في معايير ثانيه، اعتقد في معايير ثانيه بس انا يبدو ان انا ايه نسيها يعني. معيار المسؤوليه الاجتماعيه، يعني انت لو مدرب ابنك على المسؤوليه الاجتماعيه منذ الصغر وجي خلي بيها، فبتقول هو خلاص خد عن القاعده، يعني بتدربه مثلا ازاي يتعامل في البيت، ازاي ينزل يجيب حاجه ومش عارف، جالك مش نازل مش عامل مش عارف، على طول بتقول الولد ده حصل له ايه؟ حصل مشكله في سلوكياته ونشوف السبب ايه. طيب ايا كان عن كل نتحدث، دور مين بقى الاكبر في العمليه دي يا جماعه؟ مين اكبر اكبر مؤسسه تقدر تحتك بالاولاد او قريبه من الاولاد والاطفال والابناء وتكتشف المشكلات السلوكيه الموجوده وتبدا تتعامل معاها؟
الاسره ولا يعني ايهم افضل للولد؟ بيعطي بيقضي وقت كبير جدا مع الاسره، والبنت تتوحد مع مين؟ مع الام، والاب والولد يتوحد مع مين؟ مع الاب. فالاسره هي المنوطه بالتغلب على المشكلات السلوكيه التي قد يتعرض لها اطفال ما قبل المدرسه او اطفال الطفوله الباكره. طيب في حاجة بقى زي ما قلت قبل ما نشتغل على كيفية التغلب على السلوكيات في ضوء أهداف الإرشاد أو العلاج، في ضوء مهام التنشئة الاجتماعية. أنا بحاول أخلط التنشئة مع الصحة النفسية على قد ما أقدر. يعني زي ما قلت في الأول، في حاجة اسمها سوابق السلوك. هدي مثال كده ملموس، لو الجو غيم دلوقتي كده وحصل ضباب بنقول هيحصل إيه؟ هنقول احسن ننتظر ايه؟ مطر، صح؟ طب اذا في حاجه اسمها سوابق السلوك. يا جماعه انا ممكن عشان اتغلب على المشكله السلوكيه، انا لو منعت سوابق السلوك او الحاجات التي تدفع الطفل ان يرتاد هذه السلوكيات من البدايه، قد اوفر عليها وقت وجهد ومجهود ان الولد ما يعملش مشكله سلوكيه اصلا. صح ولا لا؟ لا، سيبك بقى من التعزيز، هنخش حته تربويه بقى، التعزيز الايجابي والسلبي والمادي والمعنوي ومراحل انت كده اشتغلت في التعزيز السلبي على طول. لا استني، لا ده طبعا التعزيز لشروط مساوي ويتبع يعني قصه تانية خالص. يعني ممكن هنقولها في الاخر، وانا بقول لو كان عندنا وقت، وانا بقول استراتيجيات او فنيات تدخل السلوكي في الاخر في التغلب على المشكله. فكريني اخش حته التعزيز يعني. طيب كيف يتم التغلب على المشكلات السلوكيه في ضوء الارشاد الاسري كخدمه اجتماعيه؟ عندنا المجال الاسره والطفوله، صح؟ وعندنا الارشاد الاسري. في فرق بين الارشاد الاسري والارشاد الزواجي؟ ها، في فرق بين الارشاد الاسري والارشاد الزواجي؟ في طبعا، صح. الارشاد الزواجي منوط بمين ومين؟ الزوج والزوجه مع اولادهم. طب الاسري ممكن زوجة الأخ، زوج الأخت، الأم، الحمل، الحماء. هنخش في قصة إيه أكبر. وعشان كده في إرشاد زواجي وإرشاد إيه أسري. وعندنا أعتقد، معرفش ده موجود هنا، مكاتب الاستشارات الأسرية. مكاتب الاستشارات الأسرية على فكرة يا جماعة، المكاتب دي دورها في منتهى الأهمية، وخاصة تحاليل ما قبل الزواج، وخاصة تحاليل ما قبل دي في منتهى. للاسف احنا للاسف الشديد كثقافه عربيه بيجي المأذون نروح مديله 100 جنيه يجيب لي ورقه جاهزه ومختومه وعمل تحاليل وخلص الموضوع ويكتب الكتاب. طيب دي كارثه، دي كارثه. ايه الار اتش لو اختلف عندنا؟ شلل دماغي، قصص. نخش في قصص اطفال مشوهين، جهاد متكرر، وده كله ممكن يمنع هذه الزيجه، يا اما اعالج الاشياء الاول قبل ما تتم الزواج لو في مشكله. ايوه، فحص طبي قبل الزواج. طب كويس قوي. طب بس بقى قبل ما اعمل ده، وانا بتكلم في ارشاد اسري دلوقتي، شروط التكافؤ. طيب في الاختيار، قبل ما اعمل ده يا جماعه، زوج وزوجه في الارشاد الاسري لازم يكون في تكافؤ بين الزوجين، بل بين الاسرتين. تكافؤ فكري، تكافؤ عقلي، تكافؤ اقتصادي، تكافؤ اجتماعي. طبعا والشروط قالها الرسول عليه الصلاه والسلام، تنكح المرء الاربع، صح؟ واحنا عارفينهم. لكن انا بقول في كمان حتى العلوم الانسانيه قالت بقى لا في تكافؤ، لازم يكون تكافؤ. انا ما قلتش تعليمي ليه؟ قلت عقلي ثقافي. على فكره يا جماعه، ممكن يكون خريج احدى الجامعات وتكلمي معاه تلاقيه صح ولا لا؟ انا عايز تكافؤ فكري، تكافؤ عقلي، تكافؤ ثقافي، تكافؤ اقتصادي، تكافؤ اجتماعي. لازم التكافئات دي تكون موجوده. وعشان كده عملوا النظره الشرعيه، صح ولا لا؟ في حاجه اسمها النظره الشرعيه عشان القبول المتبادل معايا. ففي شروط اساسا عشان يتم الايه. لو انا اتبعت الشروط الاختيار الصحيح للزوج والزوجه، ده هيفرق معانا كتير قوي ويقلل من المشاكل الاسريه كتير. طيب قبل برضو ما اخش على التغلب على المشكلات، هي ثلاث بلغه تخصص الخدمه الاجتماعيه، دراسة وتشخيص وعلاج. لكن قبل ما اخش عليه برضو، للأسر
أرجو حل جميع المشكلات الناتجة أو الموجودة في الأسرة بعيد عن مرأة ومسمع الأطفال، بعيد عن مرأة ومسمع الإيه؟ الأطفال تماما. بس دي المشكلات الإيه؟ في مشكلات كل الأسر فيها مشكلات عادية، الصوت بيعلى، نقاش، حدة في النقاش، ما ينفعش تحصل نقاش صوتك يعلى. قد وطبعا بعض الأسر للأسف قد يعني قد تتلفظ بعض الألفاظ الإيه؟ الخارجة أمام الأبناء، قد تكون الأم أكثر سطوة وتسلطا على الأب أمام ابنه. يبقى راحت فين القدوة هنا؟ راحت فين القدوة والنموذج؟ ينفع؟ ده لو نزل الضرب في الشارع مش هيطلع يقول لبابا تعالى هات لي حقي، لو شاف بابا لسه فوق متظبط فوق يعني، صح ولا لا؟ هيسمع كلامه بعد كده؟ هنعمل مشكلة يا جماعة يعني. فلازم يكون كل مشكلاتنا تحل داخل الغرف الإيه؟ طبعا مش عايز اخش في مراحل المشكلات النزاعات الزوجيه اللي هي الكمون وبعدين الارتباك والاستثاره وبعدين الصدام. في ايه؟ في مراحل النزاعات الايه؟ الزوجيه. طبعا للاسف لو وصلت المشكله الزوجيه ان في مشكله بين الزوج والزوجه هيأثر على ابناء سلبا. ازاي يا جماعه؟ في اساليب التنشئه الاجتماعيه. اخطر اسلوب تنشئه اجتماعيه على الاطلاق اسلوب التبعيه السلبيه. تاني، أخطر أسلوب تنشئة غير سوي للتنشئة الاجتماعية على الإطلاق أسلوب التبعية السلبية. أنا بتعلمه بقى في كلية خدمة اجتماعية، ده شغلكم أكتر من شغلنا كمان يعني. ماشي؟ يعني إيه تبعية سلبية؟ أن يحاول كل من الأب والأم أن يستقطب الطفل في صفه، ما في مشكلة بينهم وزوجته، فبالتالي الأب يستقطب الطفل والام تحاول تستقطب الطفل. اول حاجه عدم محاسبه الطفل على اي سلوك غير سوي، اعمل اللي انت عايزه ومحدش يعمل لك حاجه، صح؟ الاغداق عليه بالمال والمصروف، صح ولا لا؟ هو يدفع هي تدفع اكتر، ما كله عايز ياخده فين؟ في صفه. حتى نصل لاخطر حاجه ان يحاول ننسى نفسنا ونعيش احنا جو تاني خالص، ويا سلام في 3 4 اطفال، ده الاب يخش حزب هنا. فده اسلوب تنشئة غير سوي وخطر جدا جدا جدا. احنا بنعمل في الارشاد الاسري بنحاول بقدر الامكان زي ما قلت في بدايه المحاضره بتاعتي، لا يوجد اطفال مشكلين ولكن يوجد اباء مشكلين وامهات مشكلين، او هم السبب في ايه؟ في حدوث المشكلات لايه؟ للاطفال. قد يكون الطفل يرتاد واحنا قاعدين دلوقتي، لا ما ممكن يجيب مشكله من بره، ممكن الطفل يجيب لي مشكله من بره، صح؟ البير الرفاق راح لجماعة الرفاق اشتغل معاها عمل شلة، ممكن يجيب لي سلوكيات من بره عن طريق التقليد يعني. لكن الأكثر المشكلات تحدث من ايه؟ بسبب الايه؟ الأسرة وأساليب التنشئة الغير سوية. معلش كده سريعا، لسه بدل معنا وقت، سريعا كده أساليب التنشئة اللي تمنع حدوث بعض المشكلات السلوكية للأطفال ما قبل المدرسة أو أطفال الطفولة الباكرة. أساليب التنشئة نوعين، أساليب سوية وغير سوية. في أسلوب ثالث بنسميه الأسلوب المثالي أو الأمثل في التنشئة الاجتماعية، اللي هو المطلوب منه يتلافى جميع آثار السلبية للأساليب الغير سوية. أقول تاني، حرية وديمقراطية، أمن نفسي، اسلوب مثالي او امثل. يعني ايه مثالي او امثل؟ والاسلوب ده بيكون منوط انه يتلافى جميع الاثار السلبيه لجميع اساليب التنشئه الاجتماعيه غير السويه. كلام واضح ولا في حاجه مش واضحه؟ كلام واضح؟ اقول تاني، طب الحريه والديمقراطيه، انا اقصد هنا حريه الاختيار، حتى الملبس، الماكل، طريقه الحياه، اسلوب الحوار. بس خلي بالكوا عشان اعمل حريه وديمقراطيه في اختيار اي حاجه لازم اوفر معلومات، صح؟ وبيانات، ادي له اكتر من اختيار يختار، مش هجيب له حاجه اقول له اختار من دي، ينفع اختار دي؟ لا، لازم اوفر له عشان يختار. الامن النفسي اللي اقصد بيه الحب والقبول والاستقرار، او القبول والحب والاستقرار. قلت القبول الاول، ايه ده؟ هو في طفل غير مقبول في الاسره؟ هي حالات نادره مش في العموم يعني، وخاصه لو في مشكله بين زوجين واتفقوا على الانفصال والطلاق، اوب لو الام ايه؟ حامل واضطرت تستكمل حياتها مع الزوج بسبب هذا الايه؟ الحمل. كل ما يحصل لها مشكله تبص للولد، انت السبب في اللي انا فيه ده، صح ولا لا؟
وبالتالي تصرفاتها بتنم على ذلك. وبالتالي حتى في مرحله الجنين بتكون رافضاه، ممكن تاثر عليه سلبا وهو في مرحله الايه الجنين. شخص عصبي، شخص مشكل من البدايه بسبب عدم تقبل الطفل ده. طبعا قلنا قبول، حب، استقرار. الطفل ده من حقه لو مرض يروح للدكتور الطبيب ولا لا؟ طب لو الطفل سخن ومرض وما اعتنتش بيه ينفع؟ مش فاضيه لك دلوقتي، انا خارج مع صاحباتي رايح النادي، لما ارجع ابقى مش عارف ايه، ينفع؟ ده الامن النفسي، الولد يحس بعدم وجود الامن النفسي. طيب التدليل والحمايه، اسلوب التدليل سلبي ولا ايجابي؟ تدليل سلبي ولا ايجابي؟ ايوه بص، سمعت كلمه زائد. التدليل مطلوب في التربيه والتنشئه الاجتماعيه. ايوه، وخير الامور اوسطها، الاشاره دي تقول كده، خير الامور اوسطها الوسطانيه والاعتدال، ماشي. لكن التدليل الزائد اسلوب غير سوي، اسلوب غير سوي. التدليل الزائد عارفين يعني ايه؟ يعني الولد احلامه اوامر، احلامه ايه؟ اينما وكيفما ومتى شاء. اينما، مش عارف اقولها تاني. اينما وكيفما ومتى شاء، يعني في اي وقت واي طريقه يعني اللي انا قلتها دي. ينفع؟ ينفع؟ ايوه. يبقى انت السبب، خلقت شخصا اتكالي لا يعتمد على نفسه، شخصيه مهزوزه، اعتماديه، اتكاليه، غير مواجهه للمواقف، وغالبا ما يصاب بالاحباط كتير. ما هو انت ما ربيتوش، فبالتالي يعمل اي حاجه بيفشل فيها احباط على طول. معايا؟ طب الحمايه نفس القصه، الحمايه مطلوبه، ولكن الحمايه الزائده ها اسلوب غير سوي او اسلوب سلبي في التربيه. لان الحمايه بتعمل حاجه خطيره جدا. الحمايه ايه بقى؟ الحمايه انك بتعملي له كل حاجه، حتى واجباته المنزليه انت خايفه عليه يمسك القلم ويقعد نص ساعه يشتغل، فبتعملها له انت، وما تقولش المعلمه انا علمتيه يعني بصي بقى، يعني انت خايفه عليه وعملت له كل حاجه وعلمتيه الكذب كمان، ما تقولش المعلمه ان انا عملت لك حاجه، فبالتالي حتى واجباته انت انجزتيها. ده بصي حتى اللفظ كده اللي كاتبه انا، يا شخصيه او شخص هيابه. اتفضلي. هو الصوت بس بعد اذنك، الصوت المايك. ويحبون مملكة البحر. دكتور يعني أولا أشكرك على محاضرتك القيمة وعلى المعلومات اللي قدمتها في محاضرتك. وتكلمت عن الوضع الإداري وطرحت علي أربع تصنيفات وكل صنف له نوعين. ولكن أنا الفئات اللي أنا أتعامل معاها فئة مجهولين الأبوين، وفئة أبناء الأسر المتصدعة، وفئة اللي تم تحويلهم من قبل خط النجدة 9998، وهذه خط النجدة 9998 يتبع مركز حماية الطفل، وهو المركز الوحيد اللي يعتبر على مستوى الخليج العربي، وهذا هو المركز حماية الطفل. هو مركز معني بالأطفال والمدارس الخاصة، المدارس الحكومية اللي في الشوارع اللي في المؤسسات، أي جهة، أي طفل متعرض حق أي يعني عنف، تحرش جنسي، إبارة من ولي أمره، من أبائه، يتم تحويله من قبل النيابة العامة للطفل أو من قبل المحاكم الشرعية المعترفية بمملكة البحرين، أو إذا كان الطفل نفسه يتصل فينا عن طريق خط النجدة. أنا عندي أطفال سلوكياتهم مختلفة، عندي مجهولين أبوين. أنا العمر، العمر كام؟ العمر، العمر من عمر يوم لعمر 40. لا، اللي سلوكياتهم مختلفة. أنا في المؤسسة يتم تربيتهم من يتم يعني استلامهم من مراكز الشرطة أو من قبل النيابة، وفي بعضهم يكونوا محظوظين يتم تبنيهم من قبل أسر، وفي بعضهم لا يكون عندنا لما يتعلمون أربع خمسة أو تكون يعني بعد المؤسسة يتزوجهم الحكومة والرعيون عن تعليم الأسرة، عن الوعي،
لما يواجههم القاضي كل واحد يقول انت تبي امك والله انت تبي ابوك، فعشان يتذكر الدليل والدلال اللي دللوه فيختارهم، وهذا طبعا خطا. مع على الرغم ان اغلب الاحصائيات الموجوده عندي الاباء اللي يمارسون دي يكونوا دكاتره، يكونوا مثقفين، يكون عندهم ماستر، والاباء اللي يكونون يعني شهاداتهم اقل من الثانويه العامه هم الصراحه اللي يتصرفون تصرفات صحيحه وتصرفات سويه. إذا أنا عندي إشكالية، شنو الإشكالية اللي جاية اليوم أبي أجد لها حل؟ عندي تحديات، عندي صعوبات، مثلك يعني دكتور فاضل ومحاضرة وكل الكلام اللي تفضلت فيه قيم، أبي أطلع اليوم توصيات لحل الإشكاليات والصعوبات والتحديات اللي تواجهني في فئات مختلفة من الأطفال، مأجولين والأبوين. أطفال قبل يتطلبون أبنائهم أسرهم أسر مصدعة، وأطفال اللي يتصلون فيني من خلال مركز حماية الطفل، وأنا طبعاً أطبق اتفاقية الأمم المتحدة كل حاجة فيها، وإحنا شاركين في مملكة البحرين في مؤتمر يعقد في جنيف في مارس، وكانت لنا العديد من يعني مشاركه. ذكر محاضراته وبعدين خلص الوقت، واحنا ما ذكرنا احنا شنو. لا انا معك، وانا ممكن اقعد معك لحد الساعه 5. انا ليش يعني ذكرت في النص عشان نستفيد من خبرك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوكي ماشي، حاضر ان شاء الله. في نهايه المحاضره برضه ندي فرصه ان احنا نسمع طبعا يا جماعه، ممكن على فكره الفيدباك ده مهم جدا، هنسمع اساتذتنا كلهم والناس الحضور كلها وهنتناقش ان شاء الله، وان شاء الله هنطلع بمحاصله كويسه ان شاء الله. وانا بتكلم على قبل ما ادخل على الدراسه والتشخيص والعلاج، وانا بتكلم على المسببات حدوث المشكلات السلوكيه، وانا بتكلم على المشكله السلوكيه للتنشئه الاجتماعيه التي تسبب لي الحمايه الزايده. زي ما قلت الحمايه الزايده بتخلق عندي طفل بنسميه كده هيابه، المصطلح بتاعه شخص هيابه اي خوافه، ونقصد بها ليس الخوف الطبيعي، نقصد بها الفوبيا، الخوف المرضي، المخاوف المرضيه. فبالتالي عليك ده يكون ازاي هيتعامل ويبدا الطفل ده اعتمد على الاسره تعتمد عليه او يبني اسره بعد كده. انا السبب ان انا خلقت هذا الشخص الايه الهياب. عندي بعض في تفرقه في المعامله بين الذكور والاناث، دي كارثه، دي كارثه للاسف الاباء والامهات بيقعوا فيها، وخاصه بقى لو كان عنده 5 6 اناث وبعدين جاله ايه الولد الذكر او زاد الهلالي بقى فنسي كل ده. غلط غلط يا جماعه. وان كان الفئات الثقافيه العليا بتعمل العكس دلوقتي، التفرقه في صالح الاناث دلوقتي في المستويات الثقافيه العليا تلاقي التفرقه لصالح الاناث، يعني تلاقي فعلا ده موجود دلوقتي. احنا مش عايزين تفرقه، عايزين وسطيه واعتدال في التعامل، حتى المبالغه في المستويات الخلقيه المطلوبه من الاطفال. ما اطلبش حاجه اكبر من قدراته وامكانياته. لو طلبت حاجه اكبر من امكانياته وقدراته هعرضه لمواقف محبطه كثيره جدا. يعني ما ينفعش ولد مثلا عندي بالمثال كده حتى لو كبير مش طفل، امكانياته ادبيه يدخل كليه ادبيه علوم انسانيه، اقول له هتخش علم وعلوم عشان تخش طب غصب عنك هيسقط في الثانويه العامه، مش هيسقط بدل ما كان متفوق هناك بقى فاشل، يعني وانا السبب معايا ولا مش معايا. فلازم يكون يا جماعه نتبع الاساليب التنشئه السويه ونبتعد عن اساليب التنشئه غير ايه السويه. النقد يا جماعه برضو، النقد وتوجيه اللوم امام الاخرين ما ينفعش. يعني ما يحلاش للام تنقد ابنها لامام مثلا ايه خالته عمته لرايب مش ده بيعمل وبيعمل 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 وبيعمل، صح ولا لا؟ الاسلوب المثالي او الامثل في التربيه او التنشئه الاجتماعيه اللي تخليني ابتعد عن جميع الاثار السلبيه للاساليب الغير سويه اللي هي الوسطيه والاعتدال في جميع التصرفات مع الاطفال. التدليل وليس تدليل زائد، حمايه وليس حمايه زائده، الوسطيه في كذا والوسطيه في كذا والوسطيه في كذا معايا ولا مش معايا؟ كل ده بعمله علشان احاول بالتالي اتبع اساليب تنشئه سويه، وبالتالي يعني بعمل تقليل لوجود المشكلات الايه؟ السلوكيه. عشان اتغلب على المشكله السلوكيه بقى
في عندنا ثلاث أهداف رئيسية بنستخدمهم في الإرشاد وفي العلاج. ثلاث أهداف رئيسية للعلاج السلوكي حتى العلاج النفسي. بس أنا خلينا السلوكي دلوقتي. أول هدف أول حاجة بشتغل عليها تحويل السلوك من صورته السلبية لصورته الإيه؟ الإيجابية. تحويله من غير سوي إلى سوي، صح ولا لا؟ ده هدفي. فاشتغل في هذا الإيه؟ الإطار. بتابع حاجتين بالنسبة للأطفال. قبل ما أقول حاجة تانية، لو عندك طفل أنت مثلا بياخد منك حاجة ما رضيتش تديها له فراح وقع في الأرض وقعد يعيط ويخبط رجليه، مش بتديها له ولا لأ؟ أغلب الآباء بيديها له عشان يسكت، صح؟ صح ولا لأ؟ هيعرف مفتاحك، هيعرف إيه؟ حتى على المستوى الكبير لما دي خاصة في الفتيات، لا نسيت، لما حاجة مش جاية على دماغها وخاصة في اختيار الخطيب تيجي مامتها تقول لها ابن خالتك ابن عمتك تروح واقعة على الأرض، ماشي؟ الإسعاف ومش الإسعاف واجروا ومش عارف إيه، أوب خلص الموضوع. لو ما تحاوليش تجيبي سيرة الشارع اللي هو ساكن فيه بعد كده ليها، صح ولا لأ؟ وهي عملت عليك حاجة اسمها صرع هستيري، عملت عليك حيلة اسمها صرع إيه؟ هستيري. طبعا اللي توقع دي هو حاجتين، يا رب صرع كبرى يا صغرى، يا أقل من ثلاث دقايق صغرى، عض لسان اتكسرت وهي قاعدة، لكن دي بتوعك، أنا آسف في اللفظ، كالأفعى، وبتروح وهي بتوقع كده بصت لقت كرسي هيعورها الذئاب إيدها كمان ماشي بتعورش. ده اللي بنسميه النوبل إيه؟ اللي بتعملها علشان هي عرفت مفتاحك بقى. طب لو أم فاهمة وتربوية وفاهمة توعي تتكسري تموتي هتجوزيه هتتجوزيه. راحت هي بصة كده وراحت سايبها وماشية. قعدت دقيقتين ثلاثة خمسة راحت قايمة منفضة نفسها وخلاص. صح ولا لأ؟ ليكوا الأنسات بقى الأنسات بقى خلي بالك لو عملتيها ما تقعديش أكتر من خمس دقايق لأن النوبة الصغرى أقل من ثلاثة والكبرى توصل لخمسة، قعدت ربع ساعة بالتمثيل. أنت خمسة أمي برضو يعني. خلي بالك إن الحاجة ديت المفروض تقعد لسانها تكسر نفسها تتخبط لكن دي بتقع حتى انا سميتها في الكتاب تسقط ايه كالافعى. دي حيله الولد بيعملها بقى. الولد بيعمل حاجات اخرى عشان يحصل لها فبيعمل لك حيل الدنيا كلها. انا قلت خاصيه نمائيه في الاطفال اللي هي التعامل مع الاشياء الملموسه وليس المفهوم المجرد والتجريد يجي طبقا لبياجيه بعد ست سنوات. في حاجه اسمها الكل او اللا شيء. انت داخله بهديتين، هديه للولد الصغير اللي عنده 3 سنين وهديه للولد عنده 6 سنين. فديته بتاع الستة وبتاع وبتاع ثلاثة اديته له واحدة خدها. جيت تدي الهدية للطفل الثاني راح الولد الصغير ماسك فيها وشطال فيها هي كمان. يا ياخدها طب ما رضيتيش راح رامي الثانية التي يحصل عليها الطفل من جراء سلوكه غير السوي. أنا اديت الأمثلة الأول على فكرة. اديت الأمثلة ليه؟ الأول. ثاني أقوله ثاني. إيقاف المنفعة التي يحصل عليها على فكرة والله على المستوى الكبير. يعني بالنسبة للطفولة الباكرة إيقاف المنفعة التي يحصل عليها الطفل من جراء سلوكه غير السوي. بالنسبة لنا احنا كبار إيقاف المنفعة التي يحصل عليها الفرد من جراء سلوكه غير السوي. هو عمل حاجة غير سوية وخد منفعة هيعملها تاني ولا لأ؟ هيعملها ولا لأ؟ وخاصة في أولادنا يا جماعة احنا بنربيهم بيعرفوا مفاتيحنا. هو جاي بقى بس بيبكي. ما يبكي خمس دقايق مش هيحصل له حاجة. 10 دقايق هيزهق وهيتعب وهيسكت ولا لأ؟ في بداية دخول الروضة في كي جي 1 المفترض بعض الأطفال بتبدأ في البكاء في مرحلة الانفصال عن الأم، صح ولا لأ؟ فبالتالي في بتلاقي واحد أو اتنين في الفصل عندك بيبدأوا في البكاء أول ما بسيبهم في عشان الأم بتسلمه وبتمشي أو في الباص بيسلمه وعايز إيه؟ بيقعد يبكي. هو طبعا لو بكى هنا وإحنا حصل هلع وشلناه وعملنا ومش عارف إيه هيستمر شوية، هيستمر اكتر، البكاء بتاعه هو يطول، الايام هتطول، لكن هو علميا قال لك هيبكي، هو الولد هيبكي من سبع ل 15 يوم، بعد 15 يوم مش هيوصل كمان يعني، هيبطل، وبنقول احنا مسموح ندخل الام تقعد جنبه نص ساعه وتمشي ما تاخدوش. دي قد يكون عنده مشكله التعلق. ماشي؟ الكارثه ان يكون التعلق من الام. دي الكارثه بقى، تعلق من ايه؟ كانك خدت قلبها، ممكن هي تقعد تعيط بره عشان تقعد تستناه بره لما يطلع، دي كارثه بقى. التعلق من ايه؟ ودي بنسميها صدمه الطفل بيتعرض لصدمتين في حياته لو احنا اتعاملنا بشكل غير سوي، صدمه الفطام وصدمه الانفصال اثناء دخول الروضه. الفطام اللي هو الفطام المفاجئ يا جماعه، الفطام الايه؟ المفاجئ، اللي هو الولد كان بيرضع النهارده وهو سنتين تاني يوم لسه راضع ونايم جاي عايز يرضع لا اتفطمت، ينفع؟ لازم تدريج فين؟ ده كارثه بقى تاخده توديه عند مامتها يبقى فطام وانفصال مع بعض، صح؟ صح ولا لا؟
بتأثر عليه بعد كده. وغالبا هؤلاء الأطفال يصابون بمص الأصابع ومحدش يقلق وقزم الأظافر. قزم الايه؟ الأظافر فيما بعد. بس خلي بالكم يا جماعة قد ما حدش يقلق ويقول لا أنا لا فطمت تدريج بعد. خلي بالكم وأنا بتكلم دلوقتي قلت ايه؟ مص الأصابع وقزم الأظافر للأطفال الذين فطموا فطما ايه؟ مفاجئ أو بصدمة الفطام وانفصال. بس خلي بالك ليست قد يكون دي حتة في المشكلات بقى، قد يكون مشكلة سلوكية مشكلة قائمة بذاتها وقد تكون عرض لمشكلة أخرى تاني. قد تكون مشكلة سلوكية مشكلة قائمة بذاتها وقد تكون المشكلة السلوكية دي عرض لمشكلة أخرى. وده ياخدنا الفرق بين العرض والمرض. أقول تاني حتة دي يعني قزم الأظافر قد يكون مشكلة سلوكية قزم أظافر هو بس قزم أظافر، وقد يكون يعاني على متصل الاكتئاب فبالتالي بياكل ايديه مش اظافره بس ده تصابعه بتجيب دم كمان عرض من اعراض الايه؟ ده خلص ايديه ودخل على رجليه وعمال ياكل في اللحم ومستمتع ده الاكتئاب بقى. هنا عرض هنا ايه؟ هنا ايه؟ زي اللي بيعور نفسه زي اللي بيعتدي على نفسه. ما هو الاكتئاب يا جماعه اقوى عرض الاكتئاب هو الاكتئاب ميول تدميريه نحو الذات حتى يفكر في الانتحار او يحاول الانتحار حتى ينجح ده اللي مصاب اكتئاب وجداني. فبالتالي قد يكون تاني مشكله سلوكيه قد تكون قائمه بذاتها زي قزم الاظافر وقد تكون عرض لمشكله ايه؟ عرض لمشكله ايه؟ اخرى. واضح ولا مش واضح؟ طيب يبقى ايقاف المنفعه التي يحصل عليها الطفل من جراء سلوكي غير الايه؟ السوي. ما يعرفش مفتاحك زي ما قلت التعلق ومش تعلق ويقعد يبكي. لا ابكي او هتتجوزيه معايا يعني امنع المنفعه اللي هتيجي خلاص عرف يعني عرف مفيش منفعه هيعمل حاجه تاني. ده الهدف التاني. الهدف الثالث وخاصه بالطفوله المبكره اعمل تكوين مفهوم ذات ايجابي للطفل المشكل او اعمل على تكوين ذات ايجابيه للطفل الايه المشكل. تكوين ذات ايجابيه للطفل المشكل. لما اعمل تكوين ذات ايجابيه للطفل المشكل هركز على الجوانب السلبيه اللي هو بيعملها واحاول اتلافاها صح؟ واشوف وابدا بعيني اشوف اوجه القصور اللي عنده واحاول اتلافيها. طب عنده ايجابيات احاول استثمرها يبقى استثمر الايجابيات واتلافى مواطن الايه؟ القصور. وبالتالي بعمل هنا برامج ارشاديه او برامج علاجيه حسب الحاله عشان انمي او يتغلب على مشكله ينمي جانب في قصور عند هذا الايه الطفل. دي الثلاث الاهداف الرئيسيه اللي احنا بندور في فلكهم في عمليات معالجه المشكلات السلوكيه باستخدام فنيات التدخل السلوكي اللي هي بقى عشان اوصل لها لازم امر بثلاث مراحل دراسه وتشخيص وعلاج. واحنا بنشتغل قلنا الدراسه يعني ايه الدراسه يا جماعه؟ يعني بجمع المعلومات عن هذا الطفل من مصادرها ومناطقها. عندي اساتذه الخدمه الاجتماعيه اللي هي مصادر البيانات ومناطق البيانات. مصادر البيانات معروفه السجلات والتواريخ واختبارات الذكاء والمقاييس النفسيه. واجمع عن الايه؟ اقول تاني حته ديت دي المصادر. طب المناطق يا اما ذاتيه او بيئيه، مش مناطق مكانيه مش المقصود بها المكان، مقصود بيها يا اما جوانب ذاتيه يا جوانب ايه؟ بيئيه. بشوف الجوانب لو بقول جوانب ذاتيه عن الطفل يعني جميع جوانب الشخصيه. ايوه الناحيه الجسميه في العقليه في الاجتماعيه في الفعليه واشتغل عليها. ماشي؟ طيب. وطبعا لما اشوف عندي منطقه سلبيه وحاجه سلبيه تحويلها من صورتها السلبيه الى صورتها الايه؟ الايجابيه. طب عندي بقى الجوانب البيئيه قد يكون الاسره هنتكلم فيها اهو، الاب الام اللي عنده تفكك اسري نزعات زواجيه مع الاصدقاء اللي بصدق هناخدها بالتركيز. تاخد الميز اللي هم الاصدقاء او رفقاء السوء معايا اخش بعدها الاصدقاء من الاقارب والجيران اخش بعد كده الحضانه اخش بعد كده الروضه اشوف ايه المشكله في الروضه اخش على السكون المدرسه اخش على كل الايه مؤسسات الترشيح الاجتماعية بداية حتى أصل إلى النوادي ودور العبادة كمان. مدرسة وجامعة ونوادي ودور عبادة ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا
وما أدراك بالسوشيال ميديا، وما أدراك بالسوشيال ميديا. نخلي بالنا يا جماعة، قنبلة موقوتة في بيوتنا، الغرف المظلمة، الغرف المظلمة، قنبلة موقوتة في منازلنا، الغرف المظلمة. يخيل لك ان ابنك نايم، نايم، ادخل لو دخلت عليه فجأة هتلاقيه صاحي ساعتين ونص والأوضة. عندي ولد في تالتة اعدادي، فخبطت عليه وفتحت لقيته نايم في سابع نومة، رحت على الجوال ما لقيتوش، لقيت الشاحن موجود من غير جوال. طب اجيب الجوال منين؟ فخدت مشيت مع ايد الولد ولقيته ماسك الموبايل وعامل نايم، الموبايل نار ما عرفش امسكه. قلت له قوم لي بقى اصحى بقى، هو عامل يعني هو نايم الموبايل نسيه، طب ايه اللي سكت؟ قنبله موقوته يا جماعه، والله قنبله موقوته. ما فيش يعني، انا شخصيا قلت كده ما فيش باب يتقفل، ما فيش باب يتقفل خلاص يعني. طبعا نايمين ما عدا بس البنات، الباب بتاعك واربيه، محدش يخش يعني مخبط عليك اكيد يعني، لكن يتقفل الباب ولا، والواي فاي هيصله. لازم نخلي بالنا الحاجات دي يا جماعه، لازم نخلينا دي حاجات كلها بمؤثرات خارجيه بيئيه، وعندنا سوشيال ميديا هتعمل ايه. هي فيها حاجات ايجابيه كتيره جدا، لكن برضو فيها حاجات ايه، عارف انه يسهل مجرد انه يكلم حد، هو مش عامل حاجه غلط، مش لازم يكون سهران بيعمل حاجه غلط، بس عشان يسهل للساعه 4 الفجر يكلم فوق صاحبه ولا يلعبوا لعبه مش عارف اسمها ايه الجديده ديت. طب هيروح ازاي ان شاء الله الصبح ويحصل ازاي ويستوعب ازاي صح ولا لا؟ فنخلي بالنا بالحاجات البيئيه يعني. يبقى نشوف دي بالنسبه لايه؟ لاول عمليه، عمليه الدراسه. جمعت بياناتي، جمعت الداتا بتاعتي، عرفت مناطق القوه، مناطق الضعف اللي عندي. بعمل عمليه تشخيص، وريت اتمنى من الحضور كلهم يركزوا في الحته دي كويس قوي. التشخيص طيب اوكي ماشي، كنت بقول ايه؟ التشخيص. احنا المتعارف عليه يا جماعه، بصوا حتى الاطباء، الطبيب اللي مش شاطر تلحيله يروح كاتب لك 15 علاج نوع دواء، اللي ما ينفعش ده هينفع، ده هينفع، ده هينفع، صح؟ التشخيص يا جماعه مهم جدا. لو انا شخصت صح هكتب العلاج، الادويه ماليه الكتب صح، لكن مين اللي يشخص ويشخص صح؟ فبالتالي عشان كده عملوا حكايه المزرعه في بعض الامراض زي اللوز مثلا، ياخد الحاجه يحطها على المزرعه يطلع لك الناحيه الثانيه البرنت على طول، يطلع لك الانتي بيوتيك المضاد ليها على طول، تاخديه خلاص خلص ثلاث جرعات خلص الموضوع. لكن اهم حاجه التشخيص، اشخص صح هقدر ابدا بالنسبه لشغلنا احنا اضع البرنامج المناسب للمشاكل اللي عندي. طب شخصت غلط الموضوع فلت مني بقى، ما عندي نشاط زايد، وعندي نشاط زايد او هايبر اكتف، وعندي عدوانيه. لو اشتغلت برنامج نشاط زايد يختلف تماما عن نشاط الايه؟ عدوانيه. هنا عزل مسيرات وتعدد مصادر، لا هنا تاني شغل تاني خالص. فلازم اشخص ايه؟ صح في المشاكل السكريه، لازم اشخص ايه؟ صح. وعلشان كده انا عملت حاجه جديده في التشخيص، عملت تشخيص عام. اقول المشكله نفسيه ولا سلوكيه الاول؟ المشكله دي نفسيه ولا سلوكيه الاول؟ وبعدين اقول تشخيص نوعي او طائفي للمشكله، اقول عدوان. الطفل يعاني من سلوك عدواني، او لديه مشكله عدوانيه، وبين قوسين بحدد يا عدوان مادي يا عدوان لفظي يا عدوان سلبي، بحدد كمان. ده التشخيص الايه؟ الطائفي او النوعي. طب كذب، بقول كذب ادعائي، كذب خيالي، كذب انتقامي. خلي بالك الخيالي قد يكون صحي، ومعلومه كده ما فيش حاجه اسمها الكذب الالتباسي لطفل مقابل المرحله ليس بمشكله. كذب الالتباسي ليس بمشكله، عشان لقيتها في بعض الكتب كاتبين كذب الالتباس او الالتباسي ليس بمشكله في مرحله مقابل المدرسه، دي المعلومه لسه ايه مختلط عليه. يبقى بعمل تشخيص عام مشكله سلوكيه او نفسيه، بعمل تشخيص طائفي او نوعي واقول عليه نوعيه المشكله او التي يعاني منها الطفل، ولو كان فيها فروع اقولها زي ما قلت عدوان، عدوان سلبي، عدوان، عدوان مادي ماشي، او عدوان، عدوان سلبي. بقول بقى يا مادي يا معنوي او لفظي يا سلبي. الكذب بحدد نوع الكذب وهكذا، سرقه ايا كان يعني. في بقى تشخيص تاني اللي هو ايه؟ التشخيص السببي.
كده قلت المشكله ايه ونوعها ايه وتصنيفاتها داخل النوع ايه، وترجع الى اسباب ذاتيه اكثر منها بيئيه او بيئيه اكثر منها ذاتيه او تفاعل كل من الذاتيه والبيئيه معا في حدوث الايه المشكله بقدر على قدر المساواه او قدر يقترب من بعضهما البعض. اقول تاني يبقى عندنا كم نوع من التشخيص او التشخيص يتدرج ثلاثه، عام طائفي نوعي وبعدين سببي. لما اوصل للاسباب حطيت ايدي رجلي على اول خطوه على الايه على العلاج، خلاص انا عرفت هشتغل ايه، هشتغل على الجوانب الذاتيه ولا هشتغل على الجوانب الايه البيئي، هشتغل على اي جانب بقى، هشتغل على الجوانب الذاتيه القصور في الجانب الجسمي او الجوانب الجسميه، القصور في الجوانب العقليه العمليات العقليه التركيز الانتباه، القصور في العلاقات الاجتماعيه، القصور في الجوانب الانفعاليه، اشوف قصور فين واشتغل عليه، ذاتيه اكثر منها ايه بيئيه، وبعد كده ابدا احط البرنامج بتاعي لكي اتلافى جميع هذه الاسباب وسوابقها لكي اتغلب على المشكلات الايه السلوكيه لدى الاطفال. طبقا لكل نوع، طبقا احنا عندنا 18 مشكله حسب التشخيص الخامس، 18 اضطراب سلوك، 18 مشكله سلوكيه. فبالتالي عندنا سيل من هذه المشكلات. وعلى فكره يا جماعه يجب عدم اغفال المرحله العمريه للطفل المشكل، اعرف هو بيعاني من ايه وفي عمري ايه عشان اعرف. احنا عندنا لما نخش على المراهقه ده في يا جماعه في سمة زي ما قلت في البدايه خالص قلت ايه، المرحله تتصف بالعناد، العصبيه، الاسئله المحرجه، وبعدين تعلم واكتشاف، صح ولا لا؟ تعالي للمراهقه، سمة اساسيه ورئيسيه عدم وجود الثبات الانفعالي وعدم وجود التوازن الاجتماعي. يبقى بيحبك وانت بابا وماما وكل حاجه ماشي، واول ما تقول له هات مش عارف من ايدك يقول لك انا، صح ولا لا؟ تلاقي رده فعل مختلفه تماما. ودي حتى بنرجع ليها بعض الاشياء اللي هي عدم الثبات العلاقات للاطفال، عفوا المراهقه في بدايه المراهقه مفيش ثبات انفعالي. يعني مثلا يشوف حد يقول لك ده اجمل حد في الدنيا، بعد شويه شاف حد احلى ده احلى، يعني مفيش ثبات ايه، لازم اكون عارف كده. الثبات ما عندوش ثبات انفعالي، ما عندوش توازن ايه اجتماعي، انا عارف كده في خلل في الحته ديت، فبالتالي اتعامل على هذا الاساس، اتعامل على هذا الايه الاساس. ما اقولش على واد مجنون كان بيحبني دلوقتي بيقول لك بكرهك بعد نص ساعه، وخاصه بتحصل مع الامهات، وخاصه الاولاد مع الامهات في سن ده سن ده، الولد يكون كويس جدا مع مامته، اول ما تمنعه مع حاجه يقول لها انا ما بحبكيش، انا بحب ابا اكتر منك، انت عامله فينا كده ليه؟ صح ولا لا؟ وبعد دقيقتين يقول انا اسف يا ماما مش حاجك عليا ومعلش، في نفس الوقت في نفس الجلسه. خلي بالنا الحكايه دي. فبالتالي نقدر بتلافي مسببات المشكلات برنامج ارشادي للتغلب على المشكلات السلوكيه. لا يوجد دور للاسره كوحده اجتماعيه غير رسميه في تنفيذ البرنامج، برنامج منقوص. وده احنا نقوله دلوقتي في فنيات التدخل السلوكي. لما اعمل تدخل سلوكي من احدى الفنيات التدخل السلوكي عندي نمذجه، واحنا عارفين نمذجه نعمل في ايه، عندي اللي في الاسره اللي بشتغل عليها اثر عندي لعب الادوار، وطبعا بستخدم التعزيز، عندي اثر التدريب. اللي هو اثر التدريب اللي هو لابد ان يكون للاسره دور في تنفيذ الجلسات. بمعنى عملت الجلسه بتاعتي وعملتها مع الولد، بعمل حاجه اسمها واجب منزلي، بعمل حاجه اسمها ايه؟ واجب منزلي. الواجب المنزلي بينفذه الطفل قدام مرأة مين ومسمع مين؟ الاسره. وبعدين بعد ما بيرجع المره الجايه بسال الاسره هو نفذ الواجب المنزلي على الوجه الاكمل ولا في قصور؟ على الوجه الاكمل نعززه ونسقف له ونعززه ايجابيا، في قصور نبدا نعيد تاني نفس تنفيذ الجلسه عشان تؤتي ثمرها. فكلمه اي برنامج ارشادي خاصه في المشكلات السلوكيه الاطفال الطفوله والباكره لابد ان يكون للاسره دور في تنفيذ هذا الايه البرنامج، مع الاعتماد على فنيات التدخل السلوكي اللي هي اولها النمذجه، لازم يكون نموذج قدوه قدامي، وبعدين عندي اللعب الادوار. بس خلي بالكم في لعب الادوار يا جماعه، في لعب الادوار ما اجيبش موقف تربوي واجيب الاطفال واوزع عليهم الادوار، خطا تربوي. لابد ان اطلق اليهم الحريه في اختيار الدور الاول. اول مره بطلق ايه؟ مثلا هلعب لعبه مشهوره قوي، لعبه اللص عسكر وحراميه. في ولد هيقول لك انا اختار دور الحرامي او اللص،
صح ولا لا؟ ما قلوش لا، اخليه يلعب وبعدين اعزز الضابط الشرطه وعاقب في النشاط المنفذي، وبعدين هنا ما وقفش النشاط هنا، لابد من اعاده تنفيذ النشاط اكثر من مره مع تبادل الادوار. تبادل الايه؟ لابد اللاعب دور الاصدق لعبه دور الايه؟ الضابط، وعززوا عليه عشان ما ثبتوش على سلوك الايه؟ المشكل. فبالتالي اول حاجه في اي موقف تربوي في رياض الاطفال وانت بتنفذي موقف تربوي او منشطه حتى القصه او لعب درامي القصه، لازم تدي حريه في اختيار الادوار، وبعد كده بتعملي تبادل الادوار وبتدي تعليماتك مع اشراف وتوجيه ويا حبذا لو في ملاحظه بالمشاركه. ملاحظه بالايه؟ بالمشاركه، يعني ممكن تشاركي معاهم انت بدور صغير وتلاحظي وتشرفي وتوجهي وتراقبي كمان وانت جواهم معاهم بقى. هنا تدي ثمار ايه؟ اكثر في تنفيذ الايه؟ الانشطه داخل الايه؟ البرامج. بكده تقريبا يعني على قدر الامكان، مع اني ما عرضتش، بس انا قلت اللي ما اتعرضش يعني. تقريبا كده يعني بقدر الامكان لمينا الموضوع، ونفتح دلوقتي باب الايه؟ النقاش بقى. نبدا نفتح الباب الايه؟ لدى العاملين المهنيين من المختصين الاجتماعيين. لكن في سؤال وهو يعبر عن وجه من اوجه التناقض، من وجه المفارقه الغريبه، ولست ادري ان كنت تتفق معي استاذ شحاده، وكيف يمكنكم تفسير هذا الامر من منطلق الباحث الاكاديمي الجامعي. في السابق في المراحل في الزمن السابق كانوا الكثير من الاشخاص اجدادنا كثير من البوتنشيا اجتماعيه لابنائهم، وابنائهم الان في سن الستينات وفي سن الخمسينات. وهؤلاء الاباء قدموا تنشئتهم الاجتماعيه بعيدا عن النظريات العلميه، بعيدا عن صور التعزيز الايجابي. قدموا تنشئتهم الاجتماعيه بعيدا عن كل ذلك، تمكنوا من تقديم ابناء صالحين للمجتمع. ابناء اقول لا يوجد بهم عقد اجتماعيه ونفسيه. ولكن المفارقه الغريبه العجيبه انه الان في هذا الزمن الراهن، في زمن التقدم التكنولوجي وفي زمن التطور والابداع وفي زمن الانتاج الغزير العلمي والنظري، اين تتضاعف النظريات بشكل يومي مذهل، واين وصل الاباء الى مستويات عاليه من المعرفه ومن التعليم، التاهيل الجامعي بمستويات الهندسه والاساس والماجستير والدكتوراه وغيرها، ولكن بالرغم من كل ذلك شوف المفارقه، بالرغم من ارتفاع المستويات العلميه لدى الاباء لتنشئه، ولكن بالرغم من كل ذلك الوجه المقابل هو تنشئه سلبيه في كثير من الحالات. لا هو ناتج، هو ناتج وليس التنشئة سلبيه. ناتج، الناتج المردود هو اللي سلبي، لكن ليس التنشئة سلبيه. الناتج أيوة. دائما اللي هو الناتج يكون عباره عن ناتج، معناته هو ناتج. ايوه اقول لحضرتك التنشئه فيها مجموعه من الخلل، كاين خلل في اسلوب التنشئه، كاين خلل في اسلوب التنشئه. لو وصينا المستوى المعرفي، طبعا انا راح اضرب المجال لسيادتكم باعتباركم مختص، كيف يمكن تفسير هذا الامر؟ وخرج لينا ايه؟ والزمن ده بكل المؤثرات التكنولوجية الموجودة فيه والنظريات العلمية والأساليب الموجودة. أولا يا جماعة الزمن الجميل ده أو الزمن الأيام كان يحكمه إيه؟ العرف والد، صح ولا لأ؟ مين فينا كان يقدر يقف يشوف المدرس جاي في الشارع ويقابله؟ كان بيلف من الشارع التاني احتراما وتقليدا. يعني كان زمن العرف والتقاليد والأخلاقيات المستمدة من ديننا الإسلامي اللي قالها الدين الإسلامي وعلمنا عليها من كلها، يعني احترام الكبير وتوقير الكبير والعطف والحنو على الصغير، دي حاجات موجودة، دي حاجات موجودة ثابتة، يعني ده ضمن المعيار الديني والمجتمعي. فبالتالي التنشئة ما كانش فيه مستويات ثقافية عالية، عفوا مسقط تعليمية عالية، لكن الموروث الثقافي اللي داخل أبائنا وأجدادنا كان موجود، تعلم مستمد من الدين الإسلامي، فقواعد وأخلاقيات وأعراف وتقاليد موجودة معينة في طريقة اللبس وطريقة المشي وطريقة كل حاجة، فكان خط معين. وبالتالي أنا لا أخجل، أنا لا أخجل، يعني من أقل من سنة، والدي كان قبل ما يتوفى الله عنده 80 سنة، وأنا داخل إحدى المناسبات، أنا متربي على كده، دخلت مناسبة في أكثر من 6-7 آلاف واحد، قبلت يده في وسط 7 آلاف. دلوقتي ابني ممكن أخش وهو داخل حط رجلي في رجله في وشه وأنا داخل وعمال يلعب، مش شايفني، مش شايفني. ماشي، ده حاجه
زمن ده يعني قيم وتقاليد وأعراف مغروسة في الأعماق معايا، ملهاش نظريات علمية لكن مستمدة من ديننا الإيه؟ ديننا الإسلامي، واضح؟ أما الآن في نظريات علمية كثيرة، في مؤثرات تكنولوجية خطيرة زي ما اتكلمت على السوشيال ميديا، وكل له إيجابياته وإيه؟ وسلبيات. بس فين الأب والأم اللي تراقب؟ ده احنا بنقول الأب الحاضر الغائب، صح ولا لأ؟ الأب الحاضر الإيه؟ الغائب. يا في عرم سافر 7 سنين بينزل في السنة شهرين ثلاثة، يقعد يضرب ويعمل ويعاقب ولا يقعد بقى معايا؟ يا إما موجود بيشتغل شغلتين عشان يكفي الأولاد، يا إما راجع تعبان ونايم ومش حاسس بالدنيا، يعني حد يعني أبي موجود حاضر وقد يكون إيه غائب. المؤثرات يا جماعة فائق، شاشة تلفزيون تلفزيون في بيتنا في له جانب إيجابي وجانب سلبي، صح؟ هي بس عايزة أسلوب إدارة، أسلوب إدارة للمؤثرات التكنولوجية الموجودة في ظل العولمة والمؤثرات التكنولوجية، إزاي نديرها صح؟ لكن احنا العيب مش في التقدم، العيب في إدارة هذا الايه التقدم في الطريق السليم. يعني عقد برامج إرشادية أسرية للآباء والأمهات قبل الأولاد، ما قلت لك البرنامج الإرشادي لازم يشمل ايه؟ لازم الأسرة لها دور. عقد برامج إرشادية للآباء والأمهات لكيفية التعامل مع أولادهم، لازم هم الأول أعمل برامج وتوعية وجلسات إرشادية ومحاضرات وندوات عشان أحاول أشد الأب وأقول له خلي بالك نقص خطر، وبعدين أعمل للأولاد برضو وأعمل للأولاد. ولازم يا جماعة في التعامل في حاجة اسمها أساليب التعزيز، أساليب التعزيز، التعزيز التعزيز الإيجابي مادي ومعنوي والسلبي برضو مادي ومعنوي، لكن أخطر حاجة فيه أولاً التعزيز لابد أن يعقب السلوك مباشرة سواء سلبي أو إيجابي، يعني يعقب يكون بعد السلوك، مش بعد ما يعمل حاجة كويسة تسوي شهرين وتجيب له التعزيز وتجيب له هدية، لا ما ينفعش، لا مباشرة عمل حاجة كويسة يساب عليها فورا، ولو عمل حاجة وحشة برضو سيئة برضو يعاقب عليها فورا، وإن كان التعزيز الإيجابي له تأثير أكثر من إيه العقاب. خلي بالنا يا جماعة برضو لازم التعزيز يساوي السلوك، يعني ما ينفعش ينجح في الابتدائية أجيب له طيارة، صح ولا لأ؟ يعني اجيب تعزيز يساوي ايه السلوك عشان ما يكونش فيه التدليل زاد، يعني لازم يساوي السلوك ويتبع السلوك مباشره.